في معانا اشاعات لو عرضوها لنا في فيديو دلوقتي، نعرض الإشاعات في الفيديو ده هيبين الوضع قبل العملية والوضع بعدها بعد هنا يعني. العملية. هنا على الشمال ده مثلا أوجاج قبل، وعلى اليمين مسامير بعد ما ركبت وعملت استعدال. في كذا حالة هيعرضوها لنا هيبان فيها نفس الصورة اللي بعدها اه ده هنا يمكن تحسن 95%. بالظبط، على الشمال برضو قبل العملية، على اليمين اللي بعد العملية بعد تركيب مسامير. اعوجاج اعوجاج رهيبة دكتور اه بالظبط، واضح ده قبل وده بعد، ده بالجراحة، ده الفتح ده الجرح. الجراحي بالظبط. فطبعا هو الجرح يبقى كبير شوية لو بنتكلم على الجراح، بيتقفل تجميل الحقيقة ما بيبانش بعديها، بس هو مشكلته خلاص احنا كده تمام. تمام خلاص الصور مشكلته مش بتبقى في كده، مشكلته ان فتح الحجم الجرح ده لو كبير قوي فبالتالي نسبة التهاب الجرح بتبقى عالية. العيان فترة النقاهة بتاعته بتبقى طويلة قوي بعد العملية. غير كده بيحتاج بعد كده ان هو علاج طبيعي عشان يقوي العضلات دي تاني. فكل دي مشاكل احنا بنتفاداها بقى لو دخلنا في نقطة التدخلات المحدودة. يعني فترة النقاهة دي ممكن تمتد يعني شهر شهور مش شهر شهور، واحد. لا شهور. أنا دي عملية ميجر، دي مش عملية استئصال غضروف أو تثبيت فقرة أو كده، دي عملية أنت بتثبتي فيها بال 14 فقرة، يعني جزء كبير أوي. الموضوع كبير. فلو جراحة بيبقى صحيح الظهر بيتعدل وكل حاجة، بس العام بيبقى يعني فترة نقاهته طويلة شوية. حضرتك كلمتنا عن الجراحة بقى، هنا دور المناظير حضرتك وضحت لي قبل الحلقة قد إيه المناظير اتدخلت في الموضوع وبقى ليها دور، وان عدد المراكز اللي بتعمل حاجه زي كده وبتستخدم المناظير في اصلاح اعوجاج العمود الفقري مش كتير. عايز بقى توضيح الموضوع ده وامل بقى للساده المشاهدين هي الحقيقة يكون ابسط. المناظير وتدخلات محدودة دخلت في إصلاح إعوجاج العمود الفقري نقدر نقول عن استحياء من 6 7 سنين، لكن في آخر سنتين حصل طفرة إن إحنا بقينا بنقدر نعمل حالات كتيرة جدا من إعوجاج العمود الفقري بالمنظار. الفكرة بقيت بوفر على العيان الفتحات الكبيرة ديت، إحنا بنعمل إصلاح وتركيب دعامات من مناظير الصدر والبطن، فتحات صغيرة قوي. بعد كده بدل ما بفتح الفتحة الطولية كلها في الظهر ديت، لا بدخل بفتح فتحات صغيرة على قد كل مسمار، فتحة 2 سنتي بدخل منها مسمار مسمار مسمار، وبركب الشريحة غير لما بنفتح الظهر. فياريت لو فيديو يعرضه لنا هيبين قد ايه التصليح في بيحصل، فيديو معانا قد ايه التصليح بيحصل، وفي نفس الوقت حجم الجروح. انا كنت قاصد في الفيديو ده اصور العينين 3 ايام بعد العملية عشان يبان حتى حجم الجرح، لان بعد اسبوعين او كده مش هيبان، مش هتشوف الجرح. فده هنا الفتحات الصغيرة ديت هي مكان فتحة المسامير، ده ظهر العين على الشمال قبل العملية، على اليمين بعد، وهنا برضو قبل على الشمال وعلى اليمين بعد. المتر ده بيوضح ان كل فتحة في حدود 2 سنتي مش اكتر من كده. ده امل كبير قوي دكتور الشمس. ده قبل وبعد، هنا برضو نفس الكلام. ده كمان يا دكتور غير انه هنا بيعالج حضرتك لو تلاحظ البروز اللي في الظهر على اليمين راح في العيانة على جنب اليمين، ده عيانة قبل وادي بعد. وتخلينا عن الفتح وهنا الكبير ده بالظبط شايف حضرتك وهي منحنية بقى ما شاء الله جسمها باين بقى عامل ازاي. فطبعا الفتحات دي كلها لما بتبعد عنها فترة النقاهة العينية تختلف تماما تماما. ده غير فترة النقاهة الحالة النفسية كمان، لأن مفيش فتح في ظهري كبير ده بالظبط، لأن احنا أصلا عاملين العملية دي إيه؟ جمالية. طبعا الهدف ده الأساس تجميل. تجميل. احنا بنتكلم بقى في العيان بقى الدنيا واضحة قوي بالنسبة لي. العيان بيجي بيسألني طب الوضع إيه بعد العملية؟ أقول له أنا عندي مفروض أول يوم بعد العملية حضرتك ما تتحركش، بعد 48 ساعة بتيجي نقعد، 72 ساعة هنقف، بقى رابع يوم هتبتدي تمشي على بسيط في المستشفى، خامس يوم بتروح. في ظرف أسبوع 10 أيام يبتدي يخرج، عند شهر تقريبا بيبقى شبه بيمارس حياته الطبيعية. يعني حتى قللنا فترة النقاهة بشكل كبير يعني. هو الدنيا واضحة بالنسبة لي، لأن ما دام الحاجات محسوبة فأنا هعرف أديله أرقام محددة. يعني